حتى أن عبد المطلب كان من الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظ النبي، وهو الذي رب النبي، ثم نعم. بعد وفاته انتقلت هذه الأبوة وهذه الرعاية إلى أبو طالب مع ظروفه الصعبة التي كان يعيشها، ولكنه تحمل ما تحمل ودفع بأولاده لكي يحافظوا على هذا النبي إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب هو المحامي وهو الراعي وهو المؤاوي. ربما الصور التاريخية التي كانت تتحدث عن المظلومية التي كان يعاني منها النبي، كان يعني رضوان الله عليه يلازم النبي ويدفع عنه الكثير من البلاء، تحمل ما تحمل، حتى أن يقال عنه بأن أبو طالب مات مشركا. هذه من ضمن ما تحمل من الأقلام المأجورة التي كتبت في التاريخ للأسف، التي كانت قريبة للسلاطين. كتبوا عن أبو طالب بأنه مات مشركا للأسف الشديد، وأن أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه. عجيب كيف هذه.